وقفونا علاش اللي هالكنكسور هذايا؟ لأنه مش في صالحنا. قال لي بالنسبة للكارير راهو في أي واحد يحل في داره الكارير هذايا يسكت فمه ما يحلوش، فمه يسكر فمه ما يحلوش. حرفيا هذايا سيد نائب كل الجمهورية، نائب الأول. جاء الحاكم حبس الكنكسور وقدمهم شكايتهم للمركز متاع القروان والمركز طلبنا. من ثميك تم الإيقاف متاعنا غاديك. احنا 10 سايب وزوز في حالة سراح وثمانية تم إيقافهم في منطقة العدلي. حالونا يوم نهار الأربعاء تم إيقافنا، نهار الخميس حالونا على سيد وكيل الجمهورية. سيد وكيل الجمهورية أعطى بطاقة إيداع بالسجن بأربعة، أنهم أنا متواجدة معاهم الأربعة، والستة خلاهم حالة سراح بتهمة إيقاف حرية أشغال. نحن متساكنين منطقة جبل فضلون. جبل هذايا من عهد جدودا نعيشه منه ونسترزقه منه من جميع النواحي، من حل الرب ونحل موسم القليل، فهمتني، يدخل برشا فلوس للبلاد. إنسان اعتبار أم وبابا هنا جبل، ماشي يعني واحد روحه هنا، أم وبابا هم هو جبل هذا يعني عايشين منه كزيتون. يعني تشوفوا فهمني فما نتسع 500,000 عود زيتون هنا في المنطقة نتاعنا، فما حيوانات نجي ترعى هنا، مغنم، معيز، فهمني، فما عباد تعيش من الكليل حاليا الموسم هذايا موسم الكليل، يعني تعيش منه فما دورة 1000 أكثر من 1000 عائلة فهمني نعيشوا من الكليل. فما خضرواتنا اللوطة منطقة ساقوية فهمني في لحية كبيرة نزرعوا الخضروات الورقية زي السلق، المعدنوس. كنا نسرحوا فيه بساعين ونطلعوا، هاي ثم زاوية من الفوق كنا نطلع ونزوروا فيه، وهذا كله بر معناه نتاع المشت اللي عقبتوها الأربع مشت، الجواودة والوذاذنا وولاد يحيى وجماعة ولاد خلف الله، هذم كلهم يعيشوا من الجبل هذا بساعيهم، وحشاك كان بكري حشاك بالحطب ومنها ولوا ينحوا في الكليل ويهزوا فيه للماكينة اللي تعصر فيه. فزينا نهار الصباح اسمه في الماكينات في استجبل ترغي، طلعنا لفوق نشوفوا شنو هي الحكاية ذي، تكسير الفوق والتبطيب واحد، لين جينا لقينا المقطع ضايق تراكسات تتخادم تطلع في الحجر، جينا نحكم قال لك اني مقطع حجارة ضايق من هنا، جينا راهي أموري قانونية برخصتي أموري واضحة. اتجأنا للسلطات المعنية فهمني لسيد المعتمد شنو هي الحكاية نتاعو كيفاش نورمالمون تعلمونا فهمني على الأقل نبدا في بالنا، فما بلاكة تتعلق فما. نحن كنا ننتظر من الدولة أنها مش تعمل لنا معناتها مش تصنفوا كمحمية، فهمتوا هذا الشيء معناتها قايم وننتظروا فيه كمحمية بيئية وتولي سياحة بيئية وتدخل برشا فلوس للمنطقة وكمنظر يولي حاجة باهية ونجموا نحن نتنفسوا ونعيشوا بكذا. لكن نتفاجئوا أن الدولة تجيب لنا مقاول نتاع أجريفي فهمتني، يحب زاد السيد هذا عنده رفوض الله أعلم، يحب يخدم علينا بأي سلطة. جبل فضلون هناك هو مترشح باش يكون محمية، ما رعنا اللي هناك قمنا بالمساندة الحركات الاحتجاجية وطلعنا عملنا زيارة ميدانية للجبل، ما رعنا اللي هناك أننا نحسوا كأنه اغتصاب للطبيعة، فما اغتصاب لهنيك تم في حق الطبيعة، العباد لهنيك فما انتهاكات، العباد لهنيك يقول لك أنا راني ما عادش نحب حقي في بيئة سليم، عندي الحق إني نتنفس هواء نظيف، إن راهو المشروع هذايا نتاع المقاطع نتاع المقاطع للحجارة يأثر سلبيا على صحتي على البيئة نتاعي، أنا كان أنا تصير هنيك المقاطع فما غبار فما تلوث فما حاجات راهي مش تعود بالمضرة تأثيرها سلبي على صحتي على بيئتي، أنا نهار آخر أنا ما عادش نجم نتنفس. يبدأ بالجر هذايا والزيتون والمحلات ويعقب له الخضر، وتوا حان الوقت باش العباد تخدم سوانيها بالخضرة على لبهانة، ماشي الغبار يحرقك الزيتون الكل ويحرق حتى الغابة اللي كانت تنتج منها مثلا ناس تنحف الكليل وناس تسرح وكل حد كيفاش ماشي يمحقها هو الكل. بالنسبة للكارير
للمنطقة التجمع السكني فما 2500 متر. الزيتون يعني أقرب زيتون للكارير فما 70 متر. الغابات هذه اللي زرعتها الدولة فني بالتعاون مع الشركة الألمانية ذي فني تقريبا هو يقلع في الغابات باش يخدم الكارير. السيد هذا باش يستعمل باش مش يفجر الجبل، باش يفجره بالديناميك. به الديناميك حتى في العلوم الجيولوجية وكل الأرض البلاصة هذه مبنية على سطح واحد. هو كي يضرب بالديناميك لهنا بعد حتى 5-6 كيلومتر الدار تترج. فهمت علاش تترج؟ خطر على سطح واحد. وقت اللي احنا نتمنوا من الدولة مش تعمل لنا حاجة، عندنا 7 سنين بعد الثورة نستنوا في الدولة مش تجي تفرحنا بحاجة، مش تجي تفرحنا بدار شباب مثلا، مش تفرحنا بنادي ثقافة، مش تعمل لنا حكاية هكا تفرحنا بها الدولة. لكن مصلي يعني بيه فرحتنا بكارير قريفية من الدولة دي. أما نحن لهنا كمان مش مسلمين التسلام لا.